لم يكن من الممكن قبل أيام أن تجد شوارع المملكة ومقاهي خالية على عروشها، لكنه الضيف الغير مرغوب به، فيروس كورونا الذي ألقى بظلاله على الحياة الطبيعية وأرغم المغاربة على المكوث في منازلهم حماية لهم وللوطن. فبعد إعلان وزارة الداخلية أنه تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم وحتى إشعار آخر، كانت استجابة المواطنين فورية من منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للعموم. الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، حيث أكدت الوزارة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية من مواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفير العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة. وأهبت المواطنين الانخراط والمساهمة القويين بمسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة.